هنا ما هي زكاة الدين؟ ما هي زكاة المهر؟ زكاة الدين إخواني في الله، إذا كان لك دين على الناس، وقد تكون أنت عليك دين. إذا كان عليك دين فالعبرة بما معك الآن. يعني مثلا شخص قدم إلى قرض حسن، في بعض الشركات تعطي قرضا حسنا لغاية الآن لموظفين مثلا له أكثر من 10 سنوات عندهم أو 20 سنة، فيعطونه قرضا حسنا مثلا قيمة 40,000، ويقولون له اشتري فيه أرضا أو شقة، وبعض الشركات تخيره أو كما تريد، فهذا معه 40,000 ومضى عليها الحول ولم يشتري بعد، مع أن هذه 40,000 هي في الأصل هي قرض، فهل يخرج عليها الزكاة؟ الجواب نعم، يخرج عليها الزكاة، لأن هذا المال هو ملكه، حتى لو كان في أصله ودين عليه. ولا يقال مع 40 وعليه دين 40، فبالتالي 40 زي 40 موجب و40 سالب، صفى عليه صفر ما عليه شيء. لا، هذا مطالب بإخراج 40%، فكل ما تملكه ومر عليه الحول فوجب عليك أن تخرج زكاته. الحالة الثانية وهي أن تكون أنت لك دين على الناس. الدين على الناس قسمان، قسم متعلق بدين ميت، وهو أنه لا يرجى تحصيله، فهذا غير مطالب بإخراج زكاته إلا إذا قبضته ولو بعد سنين، فتخرج على السنوات كاملة. وقد يقول قال: يا شيخ أخرج على 10 سنوات. طيب الحمد لله أنه رجع، ما أنت كنت تقول هو دين ميت لن يرجع، وهيرجع لك 10,000 دينار، فتخرج عن كل سنة 250 250، يعني في النهاية أنت محصل كم؟ 10,000. الدين الثاني وهو ما يرجى سداده، فهذا الأفضل متى جاء موعد الزكاة أن تخرج زكاته، بحيث إذا قبضته يكون مزكى. قد يقول قال: لا يا شيخ أنا لا أستطيع. فيقال لك: متى قبض زكه، متى قبض زكه. أما زكاة المهر فهذا المهر له حالتان: حالة موجود عند المرأة وهي أنها تتملك المال والذهب، فهذه متى بلغ النصاب ومر عليها الحول فيجب عليها أن تخرج زكاة مهرها. الحالة الثانية وهو ما يسأل بعضهم، قال: يا شيخ هناك شيء اسمه متأخر. أولا المتأخر هذا ليس من السنة وليس من ديننا، وإنما أجازه من أجازه من العلماء القدامى، إذا كان الاتفاق في البداية على مهر وعجز الشخص عن سداد المهر فيبقى شيئا يؤجل، متى أتيح أعطاها. مثلا شخص يريد أن يخطب، والسنة أن يحدد المهر الخاطب، فقال: قدرتي أن أدفع 2,000 دينار، أن أدفع 2,000 دينار، ولكن عندما اقترب موعد الزواج إذ به يدفع 1,000 أو 1,200، وبقي من المهر كم؟ 800. فيقول: خلاص لا نؤجل الزواج، هي سجل علي أن لها علي 800 دينار. فهذا جاء هنا المتأخر أنه مؤجل. أما ما يفعل في هذا الزمان وهو أن يربط بالطلاق أو الوفاة فهذا ليس من السنة في شيء، وهذا أشبه ما يكون بشرط الجزاء. إذا طلقتني
بتدفع، ما طلقتني ما بتدفعش. اذا متت قبلي باخذ، انا متت قبلك باخذش. هذا كله ليس من ديننا في شيء، هذا ليس من ديننا. واعراف الناس على هذا الشيء اعراف باطله. وقد يقول قال يا شيخ هيك احنا ايش بنربط الزوج بحيث انه لا يجرؤ على الطلاق، هذا كلام باطل. فاذا كان هذا الشخص لا يقيده دينه فسوف يذيق ابنتك اصناف العذاب حتى تقول لك انا متنازل عن المتاخر ومتنازل عن المتقدم بس خلصوني منه، ارحنا منه وليس ارحنا به، وهكذا. فبالتالي بناء على هذه القواعد فلا يوجد دين اسمه مهر، فهذا الدين المتأخر ليس دينا عليك. فلذا نرى من بعض الإخوة خلاص أنا كاتب على نفسي 5000 متأخر بدي أصير أعطيك كل شهر 100 دينار عشان أسد هذا الدين، هذا ليس دينا، وهذا مربوط بالطلاق والوفاة، وبالتالي ما حصل طلاق ولا وفاة فلا حق لها لا بدينار وهكذا. فهذا جواب انه هذا اصلا ليس دينا فلا زكاة فيه. نسمع الاذان.